سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديراً لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق طيار محمد حسني مبارك. ولد الفريق طيار محمد حسني مبارك في محافظة المنوفية في 4 مايو عام 1928، وتخرج في الكلية الحربية عام 1948، وعقب تخرجه شارك في حرب فلسطين، والتحق بمدرسة الطيران في 1 فبراير عام 1949، وتخرج فيها ضابط طيار مقاتلات في مارس عام 1950. حصل على دورة تدريبية على القاذفات الخفيفة من الاتحاد السوفيتي، وتولى قيادة لواء القاذفات الخفيفة بعد عودته من الاتحاد السوفيتي. ونظراً لكفاءته تولى منصب مدير الكلية الجوية في 2 نوفمبر عام 1967، وأعاد بناء القوات الجوية خلال حرب الاستنزاف. وفي يونيو عام 1969 رقي استثنائياً إلى رتبة العميد، وعين رئيساً لأركان القوات الجوية. وفي 24 إبريل عام 1973 تم تعيين اللواء أركان حرب طيار محمد حسني مبارك قائداً للقوات الجوية ونائباً لوزير الحربية. ساهم بتخطيط وإدارة وقيادة الضربة المركزة وأعمال قتال القوات الجوية خلال حرب أكتوبر بكل مراحلها. وفي 16 أكتوبر عام 1973 تم ترقيته استثنائياً إلى رتبة الفريق، ثم اختاره الرئيس السادات نائباً لرئيس الجمهورية في 16 إبريل عام 1975. وبعد وفاة الرئيس السادات تولى رئاسة الجمهورية في 14 أكتوبر عام 1981. وفي 25 فبراير عام 2020 انتقل إلى جوار ربه، تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات العسكرية.